كأن كل شيء ضدهم. حرب أخرى على النازحين الهاربين من جحيم الحرب في المحافظات الأخرى إلى مأرب، طرفها الآخر هذه المرة الطبيعة بمطرها وسيولها وعواصفها التي عصفت بحياتهم هنا في مخيمات النزوح. ضرب إنسان جالس هنا، بس احنا بالبلاد رجعنا وقت الحرب، هربنا كاوش عيالي الحوثيين، واحنا هربنا بعد هون لهنا هربنا، بس كنت ساكنه يعني بالزراعه، بس على عيالي شقون وابوها ما لهنا الريال بغير الريال وعمر لنا عرفه دي بس السيل. هاربون من سطوه الميليشيا قبل ان تجرف السيول مأواهم لتضاعف معاناتهم بعد أن أغلقت كل الأبواب في وجوههم وتتسع مساحة الألم وتكبر الهزيمة. لا فرق هنا بين المخيمات المكتظة بالنازحين أو أولئك الذين تمكنوا من بناء بيوت بسيطة حسبوها كافية ولو بالحد الأدنى لحمايتهم، لكنها لم تصمد أمام سيول الأمطار الغزيرة والعواصف التي خلفت كل هذا الدمار في مأرب ومحافظات أخرى. يجمعون أبواب منازلهم المدمرة وتفاصيل حياتهم التي بعثرتها السيول. بيوت انهدت على الأرض تماما، تساوت مع الأرض، بيوت تشردت الأهالي، تشردت الأسر، أخذت الملابس، أخذت الأثاث، أخذت كل شيء، لم تخلي في بعض أكثر أغلبية البيوت لا شيء أن يذكر. كان لمخيمات النزوح النصيب الأكبر من الكارثة، حيث طالت أكثر من 14 مخيما تضم آلاف النازحين من محافظات عدة. كانت النتيجة وفاة 3 أطفال وفقدان أم وطفلها، ولا تزال بلاغات الكارثة تتوالى للجهات المعنية. حالات 4 حالات وفيات، وفيه 2 مفقودين، وفيه 99 جريح، من ضمنهم 7 حالات حرجة. الحالات التي تضررت أكثر من 10,786 حالة، هذا التقرير الأولي. معارك على أكثر من جهة، بات عليهم أن يخوضوها منفردين دون غوث أو سند إلا أملاً بالله وحب البقاء. أناشدت السلطات والمنظمات الدولية والإنسانية بمساعدة النازحين وكل من تضرر، سواء كان من أهل البلاد أو غير أهل البلاد، ومناشدة السلطات ومناشدة المحافظ سلطان العرادة. نداءات كثيرة وأصوات ارتفعت تطالب بمعالجات وحلول عاجلة للتدخل واتخاذ التدابير لإنقاذ النازحين، لكن يبدو أن تلك المعالجات لن تأتي قريباً، باستثناء ما يتم تداوله عن قرار السلطة المحلية بمأرب تسكين النازحين المتضررين من السيول في فنادق المدينة على نفقتها، ولكن يبقى ذلك حلاً مؤقتاً، فمتى يأتي الحل الشامل؟